الكروسفيت رياضه تجمع بين الجمباز والقوه والتحمل، يعني نقدر نقولها تجمع عناصر اللياقه البدنيه وتجمع بين البادي بوندينج وتجمع تمارين التحمل. كابتن مصطفى سلام، ماجستير تربيه رياضيه جامعه بغداد، مدرب ايروبيك ومدرب رشاقه وكروسفيت. الرياضه اسلوب حياه، ومن خلالها نقدر نوصل الى صحه وسلامه ونقدر نحقق كل اهدافنا، تبتعد عن الامراض وجميع جوانب السلبيه بالحياه. من بديت العب رياضه الكروسفيت صعدت اللياقه مالتي وتغيرت نفسيتي، زادت القوه بجسمي، النوم عندي تحسن، التمثيل الغذائي والايض الغذائي كليته هذا تطور عندي، فالموضوع مربوط هو جسدي ونفسي بنفس الوقت. التغيير اللي يحدث عند ممارسه الرياضه شعور كل جميل، من حيث انه تخلص الطاقه السلبيه داخل جسمك، وثانيه تنشط خلاياك وتنشط جسمك، وبعدها انه انت تحس انه انت محقق شيء تجاه نفسك من خلال بناء هيكل جسمي جميل، ممارسه شيء ايجابي راح يخدمك في المستقبل اللي هو صحتك العامه. رسالتي لكل النساء، ادعوهم انهم يهتمون بصحتهم ويمارسون الرياضه بشكل صحيح من اجل صحه جسدهم وصحه نفسيتهم. طبعا رسالتي لكل الشباب انه يغير من الطاقه السلبيه الموجوده بداخله، متى ما يتوجه الى اماكن سلبيه اللي هي تسبب ضرر للصحه، توجه الى الجيم، يبني من روحك، يبني من شخصيتك. التغيير يبدي مني ومنك وهسه ومن هالمكان.